مرحبا، أنا أخصائية جراحة التجميل والترميم دكتورة سوزان البخيل. بدنا نحكي اليوم شوي عن عمليات شد البطن. ليش بتنعمل هاي العملية ولمين بتنعمل هاي العملية؟ هلا هاي العمليات بالعادة بتنعمل إما بعد فقدان وزن شديد، يعني بكون الواحد كان في عنده وزن كتير عالي ونزل حوالي 10-20 كيلو، بصير في عنا شوية ترهل في جدار البطن والبطن. بتنعمل للسيدات ما بعد الحمل والولادة، بتنعمل في الناس اللي بيكونوا مثلا ما بعد شفط الدهون، نفس الشيء انه بيكون كان في عنده كتير وزن زياده، احنا شفطنا الدهون فصار في عنا جلد زياده. هلا ليش هاي العمليه بتنعمل؟ بتنعمل فعليا لانه انت لما يصير في عندك جلد زياده ما في اي شيء في الدنيا راح يشيله سوى انه تنقص وترجع هاي القطعه الزياده كلها تنشال ويرجع يتخيط الجلد من اول لاو جديد. هلا في الحالات اللي بكون فيها فقدان وزن شديد مثلا ما بضطر انا اعمل ترميم جدار البطن، اما بالنسبه للسيدات مع الحمل والخلفه بكون صار في عنا انفصال في العضلات فبضطر اعمل شيء اسمه ترميم جدار البطن وترميم عضلات البطن لانه حتى نعالج الانفصال اللي صار في المنتصف. هلا هاي العمليه صعبه شوي من ناحيه انها مؤلمه صراحه، مؤلمه اول يومين لثلاثه بس طبعا مع المسكنات بتم السيطره على هذا الالم. خلال فترة أسبوع لعشرة أيام بكون أشد الأوجاع وأشد خلينا نقول التعب فيها لهاي العملية، بعد ذلك بتصير الأمور تمام. هلأ هاي العملية ممكن أنا أقرنها بنفس الوقت مع عملية شفط الدهون، إذا كان مثلا سيدة عندها شوية ترهل في جدار البطن، عندها شوية زوائد بالدهون من الجوانب، ممكن أنا أشفط هاي الدهون عشان أعمل شيبينج أكتر للجسم وأسحب هاي العملية، هلا اسحب الجلد الزائد. هلا بيسالوني كثير انه ممكن نعملها بعد اول مثلا، يعني من الاسئله الشائعه اللي بتجينا انه هل ممكن نعملها بعد اول ولد او هل هي بتمنع الخلفه؟ هي العمليه بحد ذاتها لا تمنع الخلفه ولا تمنع الحمل، وانما السيده راح تكون زبطت حالها وكبر مثلا راحت خلصت من هالبطن اللي صار او الكرش نتيجه الحمل، اذا ردت حملت مره ثانيه احنا اللي زبطناه راح يرجع يخرب، فهي تفضل انها تعمل هاي العمليه بس تخلص كل احمالها. هي ما بتمنع الحمل بس يعني الواحد انه خلص اذا بده يعمل عمليه يعملها بس يخلص كل الاحمال انه يكون يعني راضي الحمد لله بنعمه الاطفال اللي عنده. تنين دائما بنسال سؤال انه هل ممكن نعمل هاي العمليه بالإضافة للقيصري، يعني في نفس الوقت بتكون السيدة فايتة تعمل عملية قيصرية إنه هل تعمل هاي العملية معها؟ الجواب هو لا، ما بصير، أنا ما بفضل وما بنصح أي سيدة تعملها، لأنه إذا فكرنا إحنا في المنطق، ننسى الطب شوي، إذا فكرنا في المنطق أول إشي الهرمونات بتكون عالية، العضلات بتكون ما زالت منفصلة، الرحم ما بيكون ما زال عالي لأنه الرحم خلال أول فترة تقريباً 40 يوم اللي احنا بنحكي فترة النفاس بيكون عبارة عن كأنك حامل بالشهر الرابع، يعني لسه الرحم عالي ما رجع لمكانه الطبيعي، ففعلياً كيف بدك تعملي عملية شد بطن وانت لسه الرحم عندك عالي ما رح تاخذي نتائج كتير منيحة. فأنا بقول 9 أشهر أخذت تنوصل هون، أعطيها كمان 9 أشهر لتوصلي زي ما كنتي قبل، وبعدين نفكر نعمل أي عمليات لأن هاي ممكن كلها تروح بالرياضة اللي هي الشغلات البسيطة. هلأ إذا كان في زيادة في الجلد وترهل في الجلد، لا تبريد ولا فيزر ولا أي إشي في الدنيا ممكن يشده ولا الرياضة، الرياضة بتساعد في العضلات وفي إذابة الدهون، لكن إذا في جلد زيادة ما راح يروح إلا عن طريق عملية شد البطن. ورجاء رجاء انه الواحد يتاكد من الطبيب اللي بده يعملها، يقرا عن العمليه قبل، يفوت على جمعيه جراحين التجميل الاردنيين يشوف مين المخولين انهم يعملوا هاي العمليات، لانه مرات نتائجها صراحه اذا ما عملت صح بتكون كتير سيئه، والسيده بدل ما او الشخص بدل ما يحس انه جسمه تحسن بحس انه جسمه صار أسوأ. سلامتكم. وزي وزي شيء من كل شيء.